عقد مساء أمس أعضاء الأغلبية الرئاسية للأحزاب السياسية جمعية عمومية عادية، وذلك من أجل عرض حصيلة الأعمال التي قام بها المكتب الخامس للأغلبية. وجرت المناسبة بصالة الاجتماعات لوزارة الخارجية. تقرير عاشا أحمد دوقي. الكل يتمتع بحرية شخصية وسياسية في وحدة كيان الدولة وتسيير شؤون أمورها على حد سواء بمختلف التوجهات السياسية حسب النظرة الثاقبة للأحزاب، والتي من شأنها تطوير البلاد والرقي بها، وأن عمل المنسقية السياسية للأغلبية الرئاسية لا يخلو من هذا الشأن. فكانت هذه هي الجمعية العمومية العادية لأعضاء المنسقية بهدف عرض حصيلة التقرير النهائي لأعمال المكتب الخامس الذي كلف في 26 من مايو عام 2017، إلى جانب الصعوبات التي واجهته. المداخلات جلها تنصب نحو نقاط أساسية حول تغيير بعض المفاهيم المعمول بها داخل أجندة المنسقية للعمل في إطار موحد كي يتماشى مع سياسات الحكومة، تفعيل الأمور السياسية وحشد موارد الدولة للحفاظ على الممتلكات لتحقيق التنمية المستدامة هي الخطة التي تعمل بها المنسقية الأغلبية الرئاسية، وتضم في عضويتها 108 حزب سياسي. نبقى دائما في نشاطات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، حيث عقد الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم سيلة معتصم محمد مصطفى عقد جلسة عمل مع أعضاء المجلس البلدي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل مراجعة وتقييم الوضع ومعرفة متطلبات الحالة السياسية بالإقليم. تقرير زميل ياسر محمد أحمد وقراءة حسن جدا. توعية المواطنين من أجل تحسين صورة الحزب ومضاعفة الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها حزب الحركة الوطنية للإنقاذ هي محاور هذا اللقاء الذي عقده الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم سيلة معتصم محمد مصطفى. كما يجيء هذا الاجتماع تحضيرا للأنشطة التي ستنظمها الأمانة الإقليمية للحركة الوطنية للإنقاذ في الأيام القادمة في جميع مدن إقليم سيلة. هذه المناسبة كانت فرصة للأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ معتصم محمد مصطفى لأن يتطرق إلى التباطؤ الذي شهدته أنشطة حزب MPS بالإقليم، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هناك جهودا مماثلة تبذل من قبل مسؤولي الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل الوصول إلى الغرض المنشود. كما انتهز معتصم الفرصة ليحني باسمه واسم جميع المناضلين بالإقليم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بنجاح الطاولة المستديرة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا لحشد الموارد من أجل دعم الخطة الوطنية للتنمية. كما دعا المناضلين إلى شد المئزر ومواصلة النضال والسهر في تحقيق أهداف حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في ظل التعايش السلمي الذي يدعو إليه حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. سياسيا أيضا، قدم صباح اليوم الرئيس الوطني لحزب الإصلاح ياسين عبد الرحمن ساكن حديثا صحفيا بالمتحف الوطني، وذلك لإعلان الانطلاقة الرسمية لأنشطة الحزب. المناسبة حضرها أعضاء المكتب السياسي للحزب وعدد من المناضلين. نتابع جزء من حديثي في ميكروفون الزميل هارون أبهدى. وعيا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام أسلافنا وكل الذين ضحوا بدمائهم من أجل الحرية والاستقلال، وأمام الشعب التشادي وأجيال اليوم وأجيال الغد، قررنا بوعي تام حبا وإخلاصا لدولتنا تأسيس حزب سياسي يسمى الحزب الإصلاحي. تم تصريح هذا الحزب يوم 28/8/2017 من قبل وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي، وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة 31 يوم 31/8/2017. أن أهداف الحزب هي تجمع كل التشاديين بدون أي تمييز في الأصل في الجنس أو الإقليم بغرض بناء أمة حديثة حرة ديمقراطية تستطيع أن تلبي التطلعات السياسية للمواطن التشادي. إقامة مؤسسات قادرة نزيهة وذات شفافية، برلمان قوي، قوات شرطة نزيهة، قضاة وصحفيين مستقلين، قطاع خاص ومجتمع مدني مزدهر، ترقية العدالة التي تحمي كل المواطنين عن طريق القواعد القانونية للجمهورية بدون أي فرق، ترقية المساواة في الوصول إلى علاج صحي وتعليم ذات نوعية للكل، والحماية الاجتماعية الشاملة في إطار سياسة التضامن الفعال الذي يأخذ بعين الاعتبار الأشخاص المعاقين كبار السن
وكل الأشخاص المحتاجين بدون أي استثناء. نحن نعتقد بأن الوقت قد حان لكي نقترح للشعب التشادي مشروعا سياسيا جديدا يسمح لتشاد أن تتقدم اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وإداريا. إذا لكي نطبق في أرض الواقع المشروع السياسي الذي نقترحه للشعب التشادي، نحن نعلن رسميا انضمام حزبنا للمعارضة التشادية، بالتحديد لجبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير فوناك برئاسة السيد محمد أحمد الحبو، لأن برنامج مبادئ نظرة وأهداف فوناك بالنسبة لإدارة شؤون الدولة تتوافق تماما مع مبادئ برنامج وأهداف حزبنا.